إلى ليبيا، حيث عاد الهدوء الحذر للعاصمة الليبية طرابلس بعد انسحاب المجموعات المسلحة التي احتشدت في العاصمة وضواحيها بين قوات داعمة لحكومة دبيبة وأخرى لبشاغة. وأتت التهدئة بعد تحرك أطراف دولية بهدف تجنيب أو تجنب صراع مسلح. تأتي هذه التطورات في أعقاب تعهد بشاغة ببدء عمل حكومة من طرابلس قريبا جدا، وتأكيد أنه سيدخل العاصمة بقوة القانون. على صعيد آخر، أعلن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أن الأمم المتحدة ستشرع قريبا في إجراء مفاوضات بين رئيسي الحكومتين المتنافستين من أجل حل أزمة تسليم السلطة وتهدئة التوترات وبحث الاستعداد لإجراء انتخابات عامة. وقال نورلاند إن هناك استعداد من رئيس الوزراء المعين من البرلمان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للانخراط في مفاوضات عاجلة ومباشرة هي الأولى من نوعها بين الطرفين. إذن في ليبيا مبادرة من السفير الأمريكي لاحتواء أزمة تشكيل الحكومة أو حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي بشاغة، مبادرة قد تحمل في طياتها انفراجة. التفاؤل يسود الأجواء لا سيما مع الحول دون نشوب صراع مسلح في طرابلس حتى الآن. نتابع. لا تزال ليبيا تواجه معضلة حقيقية تنذر بوقوع صدام مسلح مع وجود حكومتين متوازيتين. فعبد الحميد الدبيبة متمسكا بشرعيته ورافضا لتسليم السلطة للحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي بشاغة والتي منحها البرلمان الثقة حتى إجراء الانتخابات، إلا أن الدبيبة وضع السماح له بالترشح للرئاسة شرطا لتسليم السلطة، الأمر الذي سارعت حكومة بشاغة برفضه معتبرة أن مطالبه خارج نطاق صلاحياتها لكونها قضية تخص السلطة التشريعية. حكومتان أدتا لانقسام في الشارع والبرلمان، ما دفع الأطراف الدولية للتحرك سريعا لحل النزاع المستجد على السلطة من خلال الحوار وليس عن طريق القوة. أبرز هذه الجهود كانت الاستفارة الأمريكية عبر سفيرها ريتشارد نورلاند الذي كشف عن مفاوضات عاجلة يقودها بين الدبيبة وبشاغة من أجل التوصل إلى تفاهم سياسي حول كيفية إدارة المراحل الأخيرة من مدة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. ويرى محللون أن المبادرة الأمريكية ستؤدي إلى نتائج مرضية، خصوصا أن الدخول القوي والمباشر للسفير الأمريكي على خط الأزمة الليبية أمر غير مسبوق، كما حال ذلك دون نشوب صراع مسلح في طرابلس، وانعكس إيجابيا على تصريحات الطرفين مع إبداء استعدادهما للحوار والتفاوض. ينضم لنا من القاهرة المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأستاذ محمد السلاك. سيد السلاك، ما احتمالية إجراء حوار بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي بشاغة حسب هذه المبادرة الأمريكية برأيك؟ مساء الخير أستاذ مفرح، تحية طيبة سلام لحضرتك ولأهلي في المملكة قيادة وشعبا. الآن تبدو الأمور مختلفة بعض الشيء بعد أن اتضح الموقف الأمريكي الذي كان يشوبه الكثير من الغموض عبر التصريحات التي أدلى بها ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص إلى طرابلس أو المبعوث الخاص إلى ليبيا بأن لا ينبغي أن يتم ترجيح كف الطرف على الطرف الآخر وأن الحل يتمثل في المفاوضات السلمية بين الطرفين، وهذا ينهي مسألة ترجيح كفة حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الحكومة الوحيدة الشرعية في ليبيا ويضع الطرفين على قدم مساواة. هذه نقطة متقدمة وفارقة في تقديري. في المشهد الآن يبدو أننا مقبلون على مفاوضات، إذا استمر تعنت الجانب السيد الدبيبة أظن بأن موقف سيكون حرج باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بقوة باتجاه المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية، ما لا نستطيع أن نتبين ملامح هذه التسوية وسط كل هذه التعقيدات، ولكن تضمن على الأقل ألا يحدث تصعيد عسكري في العاصمة نحن في غنى عنه في التوقيت الراهن في ظل انتشار السلاح في أيدي غير منضبطة ربما تقود هذه المسألة إلى أوخم العواقب. الآن هل من بدائل سيد السلاك للحوار؟ لأنه الجانب الأمريكي يقول ليس الوضع الحالي يسمح بمناصرة طرف على الآخر، لابد من الحل السلمي.
أظن بأن لا بديل عن الحوار، ولا أحد يستطيع أن يلجأ إلى القوة الآن، ومن سيلجأ إلى القوة لن يكون ذلك في صالحه. الآن موقف دولي يرفض تماما أي تصعيد عسكري، هناك توازن رعب على الأرض أيضا لا يسمح باندلاع صراع، وإذا لا سمح الله اندلع صراع سيكون هناك عواقب وخيمة للغاية، خاصة أن نتحدث عن قوة ضاربة، قوتين ضاربتين يعني، والطرفين ينحدران من مدينة مصراتة بما تتمتع به من ثقل عسكري. لا ننسى أيضا أن هناك بيان مشترك سعودي مصري قدم الدعم لمخرجات مجلس النواب أو القرارات التي أنتجها مجلس النواب والتعديل الدستوري وتشكيل الحكومة الجديدة، والدولتين بما يمتلكان من ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير ونفوذ، ربما هذا أسهم أيضا في هذه المواقف المتغيرة سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من حلفائها في الاتحاد الأوروبي. أظن أن المفاوضات قادمة بقوة وستسفر عن شيء جديد، طيب لا ندري كانه بعد، ولكن على الأقل يعني بعيد عن الصدام المسلح. طالما تجنب الطرفان أو الليبيون الصدام المسلح حتى الآن، هذا مؤشر على أن الصراع في أساسه هو دستوري قانوني، لكن ما تأثير استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على حل هذا النزاع القانوني برأيك؟ في ظني أن مسألة تجميد الدائرة الدستورية، القضاء يريد أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية بعد أن وظف من قبل تيار الإسلام السياسي في سنوات سابقة لتأزيم المشهد، وزج به أيضا في التحضير للانتخابات التي لم تجرى في 24 ديسمبر، ويحاول، وهذا يعني في تقديري وربما أكون مخطئ، أن يبتعد عن هذا الصراع باعتبار أن السلطة القضائية في ليبيا سلطة مستقلة وهي الوحيدة التي لم تنقسم ولا تريد الانخراط في هذا الصراع. أما فيما يتعلق بالمسألة الدستورية والقانونية، فنحن أمام مسار واضح، إجراءات قام بها مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة وتعديل في الإعلان الدستوري التعديل 12، وتم بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، 75 عضو من المجلس الأعلى للدولة أيدوا هذه الإجراءات، ثم لم يلبث رئيس مجلس الدولة أن تراجع عن هذا التنسيق أو هذا التوافق، وأبدى موقفا مغايرا رافضا لهذه الترتيبات، ومستجيبا في الوقت نفسه لمبادرة السيدة ستيفاني ويليامز، طيب، والتي تقضي بتشكيل لجنة 6+6 في مقابل وجود سند دستوري وقانوني من مؤسسة شرعية معترف بها دوليا وهي مجلس النواب. طيب أرجو أن تبقى معي سيد محمد، سأعود إليك، لكن لنتعرف وعن قرب عن فتحي بشاغة ابن مدينة مصراتة الذي يتصدر المشهد الليبي بعد تكليفه من قبل البرلمان لإدارة حكومة البلاد، نتعرف على مخطط ومسيرة الرجل في هذا العرض الثالث ثم نعود. طيب سيد السلاك، ما احتمالية أن يؤثر الصراع الآن الدائر في أوكرانيا على ليبيا؟ هناك مرتزقة تجلبهم روسيا من مناطق صراع مختلفة، وهناك فاغنر تحاول إدخالهم، أيضا الأوكرانيون يحاولون تجنيد مرتزقة بالمقابل،
خروج المرتزقة في ليبيا، وأيضا موضوع النفط إلى أي مدى قد يجعل العالم يدفع بحل الملف الليبي وبسرعة من أجل ضمان مصادر طاقة جديدة؟ فيما يخص توظيف بعض المقاتلين في الصراع الدائر الآن بين روسيا وأوكرانيا، هذا وارد وبقوة، وهناك تقارير بدأت تتحدث بالفعل عن استخدام لهؤلاء المقاتلين من هذا الجانب أو ذاك، أو يعني نقل هذه الثنائية مقاتلين سوريين في مواجهة مقاتلين الفاغنر الروس إلى ساحة الحرب الروسية الأوكرانية. هناك مصادر تتحدث عن نقل، بداية نقل فعلي لهؤلاء المقاتلين، مجموعات بعينها مختارة إلى هذا الصراع. أظن بأن المسألة تحتاج إلى تأكيد، وهذا يعني في الوقت الراهن سيسهم في تأجيج الصراع هناك، ولكن ربما يعني سيعفي ليبيا من استمرار هؤلاء المقاتلين على أراضيها، وهذا يعني تنافر مصالح بين الطرفين. طيب. أما فيما يخص مسألة البترول الآن وفي ظل هذا الصراع وهذه الحرب، هناك حاجة ماسة لأن يكون الإنتاج الليبي متعافي وبكامل طاقته، وتستمر الحقول في ضخ النفط. هناك بعض الإغلاقات حدثت من محتجين لمطالب فئوية، سيكون هناك موقف دولي حازم في تقديري في مواجهة هذه الاحتجاجات أو هذا الإغلاق، وتعزيز لدور المؤسسة الوطنية للنفط حتى تبسط سيطرتها بالكامل وتحول دون حدوث مثل هذه الاختراقات. أيضا سيسهم ذلك في محاولة، كما أشرت حضرتك، محاولة تسريع وتيرة التسوية السياسية الليبية لإحداث نوع من الاستقرار يفضي بدوره إلى استقرار الإنتاج في هذه الظروف الصعبة والحيلولة دون أي فوضى قد تؤدي إلى تقويض الإنتاج الليبي من النفط. شكرا جزيلا لك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأستاذ محمد سلاك، كنت معنا من القاهرة.